بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مشاهدي قناة الحياة في كل مكان ومتابعينا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب. برحب فيكم ببرنامجكم أعبدك بفرح، حلقة جديدة. أشكر رب اللي سمح إنه نقدر نعملها اليوم بعنوان سلام سلام يا رب السلام. في البداية حابب أشكر حضراتكم على تواصلكم مع البرنامج، على الاقتراحات وعلى الأسئلة. أنا بجمع الأسئلة زي ما سبق وقلت، وبوعدكم يكون في حلقة عن قريب أجاوب فيها عن الأسئلة، عن العود، عن الموسيقى، عن الترنيم، عن التأليف الترنيم أو الألحان أو الهارموني أو أي أسئلة بتخطر على بالك ابعتها، والرب يرتب ونلاقي جواب. لو ما لقيت جواب رح أبحث عن جواب. أشكركم على صلواتكم من أجل البرنامج ومن أجل بعضنا البعض. تعرفين في البرنامج في ناس كتير بيحطوا صلي من أجل الشخص الفلاني أو الغرض الفلاني، وأنا عارف أنه معي قديسين وقديسات بتابعوا، فمن فضلكم نحط الأمر في الصلاة ولحظتها نصلي. وأنا بوعدكم أنه كل الكومنتس اللي فيها أسماء صلاة بصلي لها بعد الحلقة على طول. كمان أشكر رب كتير أنه سمح لنا بهالفرصة نوجد في محضره، نسبحه ونمجد اسمه، نعبده بفرح. أعبدك بفرح، هاي صلاتي إنه يا سيد اجعل حياتي كلها عبادة، وناتج هاي العبادة رح يكون فرح طبيعي، لأنه الفرح الحقيقي فيك أنت يا سيد. يا رب أعطينا هالنعمة إنه نفهم كيف نعبدك صح. بصلي لكل أخ وأخت عم بيشوفونا أو بيشوفوا الإعادة للبرنامج، كل عائلة ممثلة فيهم، إنك يا سيد تجعل حياتهم عبادة، تجعل حياتهم مقدسة فيك ومعاك وإلك، عشان يعرفوا الفرح الحقيقي. يا رب كم إحنا محتاجين إلى فرحك. فرح قلوب حبايبك يا سيدي، من فضلك اشرق بنورك على الناس اللي بعاد، اللي مش عارفين شو معنات يعبدوا بفرح. هالفرح ما بيلغي مهابتك ولا خوفك ولا خوفنا من خسارة العلاقة معك، لأنه مخافتك هي رأس الحكمة، بداية الحكمة. كل شيء مبني على أنه أنا قدرت حبك وعارف شو عملت إلي ولكل البشر، وبخاف جدا أني أخسر هالعلاقة اللي رفعتني من المزابل ووضعتني في مرتبة عالية ما إلي أي فضل فيها، إلا أنك أنت حنيت ولك أنت تحننت ورفعتنا معك. أشكرك يا من تسمع وتستجيب الصلاة مصليا في اسم يسوع القدوس، ولك كل كرامة وكل مجد وكل سلطان من الآن وإلى الأبد يا سيد. آمين آمين. سلام سلام يا رب السلام. ما أحوجنا في الفترة اللي عم نمر فيها في عالمنا إلى السلام، إذا كان السلام الداخلي، لأنه أحداث اللي تجعلنا مضطربين في العالم بتأثر على سلامنا الداخلي، وإذا كان السلام الخارجي اللي بنشوف سلام الدول. شفنا شو صار في الأراضي المقدسة من أسابيع قليلة أو أسبوع يمكن. أشكر رب إنه ما في هلا إطلاق نار، أشكر رب إنه الأمور صارت أحسن، لكن من فضلكم خلينا نتابع نصلي للناس، لأنه ناس بتمر بظروف صعبة. أنا بعرف عن طريق أهلي اللي بخبروني أخبار الناس اللي بتعاني، اللي كانوا في غزة أو في القدس. فصلاتنا اليوم لهالناس، وصلاتنا للناس اللي أنت بتعرفهم، لبلدك كمان. مش مخصص الحلقة للصلاة من أجل بلد معينة، لكن كل بلد حط الرب على قلبك، بلدك، البلد اللي أنت عايش فيها، تعال نطلب سلامها ونصلي لسلامها. وفي نفس الوقت بعيدا عن الاتجاهات السياسية أو رأي السياسي في الموضوع، أنا بصلي برضو لليهود المتضررين، الأبرياء اللي موجودين وبينأذوا، برضو بذكرهم في صلاتي. وهذا مش معناته أني موافق على سياسات الحكومات، لكن موضوع تاني. لما باجي قدام جلاله القدوس، هو عارف التفاصيل، هو فاهم، هو حاسس، هو شايف، هو عارف المعاناة والاحتلال والقمع والتشريد اللي بصير. فأنا مش ضروري أعلن لأنه هو عارف، لكن أنا بترجى جلاله اليوم أنه ينظر إلينا بعين الرحمة مثل ما بيعمل دايما، ويتحنن علينا بسلامه، لأنه سلامه ما في زيه. الكتاب المقدس مليان بالآيات اللي
تذكر هذا الموضوع. إحنا بنعرف في ميلاد السيد الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 2 عدد 14 اللي قال أنشدت الملائكة وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. على الأرض السلام، وجود يسوع رب المجد على الأرض هو السلام نفسه، ويسوع موجود ويسوع ما ترك، ويسوع ترك لنا سلامه معه. فتأكد اليوم أنه كل حلقتنا مبنية ومحورها هو يسوع، لأنه مثل ما بيقول الكتاب كمان في أفسس 2:14 لأنه هو سلامنا، فعلا هو سلامنا. فنمجد نمجد ونحاول نعيشه. اللي بيعيش يسوع بتمتع بسلام تلقائي. في إنجيل متى الإصحاح 5:9 بيقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يعني أنا وإنت وإنتي لما نسعى للسلام هذا دليل إنه إلي أنا، إنه أنا فعلا ابن وإنت فعلا ابنة لله. حاشا إني أساوي، لكن شوفوا محبته إني بعمل أعماله، إنه سمح لي أتبارك بإني أعمل أعماله. أعماله كلها خير، أفكاره كلها سلام. فبيعطينا هذا الفكر وهذا العمل إنه نسعى إلى السلام ونصلي للسلام وننظر لكل شعب مظلوم، نحاول نتعامل مع قضيته ونشعر معه ونصلي معه بعيدا عن اللي بنسمعه في الأخبار. لكن الخبر الصار اللي بين إيدينا الكتاب المقدس بيعلمنا هذا الشيء. في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 14:12 بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا يرى أحد الله. شوفوا تبعية السلام مع الجميع تتبع معها قداسة، القداسة التي بدونها مش رح نقدر نشوف الله القدوس. زي ما خصصنا حلقة ولازم نخصص مش بس حلقات، هي عبادتنا كل هذا إنه نعلن إنه قدوس، إنه قدوس. والقدوس يعلمنا إنه كيف نحب ونتقدس عشان نقدر نسعى إلى السلام. ذكر عنه إنه رئيس السلام، إله السلام، عن إنجيله قال إنه إنجيل السلام. فشوفوا قديش كلمة السلام مرتبطة بإيماننا المسيحي، وهي كلمة أساسية وجذرية في تعاملنا مع الله اللي هو الله محبة. تعالوا نرفع قلوبنا إله، نحط بلادنا بصلواتنا، نحط أولادنا وعائلاتنا، ونحط كل ظروفنا بين إيدين السيد ونقول له يا رب سلامك، سلام سلام يا رب السلام. أول ما جينا في هالدنيا ربينا ومنسمع بالسلام وكبرنا ووعينا ولسه أهالينا عم تحلم بالسلام. من أول ما جينا في هالدنيا ربينا ومنسمع بالسلام وكبرنا ووعينا ولسه أغالينا عم تحلم بالسلام. سلام 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 يا رب السلام، سلام سلام يا رب السلام.
رب السلام. وتحلم بالسلام، وتحلم بالسلام، وتصلي للسلام، وتحلم
أحلم بالسلام. يا رب يا رب يا رب السلام، يا رب السلام، سلام سلام 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 يا رب السلام. أمين أمين يا سيد. هاي صلاتنا، سلام سلام يا رب السلام. من وإحنا صغار يا رب بنسمع بالسلام، نسمع عن كلام السلام، وكانوا يضلوا يقولوا في الأخبار. أنا بتذكر حتى من وأنا طفل، شوفوا قديش الوقت، يعني كان يقولوا للسلام العادل الشامل الدائم في المنطقة، ولا ولا شفنا سلام لا عادل ولا شامل ولا دائم في المنطقة. أصلاً مش راح يكون في سلام، لأنه ما في هيك سلام بالعالم. لكن عرفت السلام العادل والشامل والدائم بيسوع المسيح رب المجد، اللي قال في إنجيل يوحنا العدد 14، الإصحاح 14 العدد 27: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. فبشوف إنه هو في السلام العادل، لأنه محبته عدالة للجميع. مش ممكن حد يتبع يسوع ويناصر الاستعمار أو الظلم أو القمع أو التهجير أو التسلط. مش ممكن حد يتبع يسوع، فهو العادل والشامل، لأن حبه شمل كل البشرية، جاء للكل، جاء اليهودي للمسلم للبوذي للمسيحي. أصلا المسيحي هو من يعرف يسوع، وهالدعوة متاحة للكل. الدائم لأن الله دائم وما في حد غيره بدوم، فسلامه دائم للذين يتبعونه، وخيره ماشي على كل الناس اللي بتحبه. فهذا يسوع المسيح اللي منصلي له ومنحبه ومن مجده ومن عظمه ونسجد له بكل احترام وكل مهابة. منقول له هو أنت سلامنا. لو بدك تعرف عن يسوع من فضلك ممكن تقرأ الأناجيل المقدسة أو الخبر السار، الكتاب المقدس. لكن لو بدك تعرف أو مزبوط في قلبك شو إنك تعرف يسوع، صلي له، صلي له أنت كمان. قل له: يا سيد أنا بسمع بيقوله يسوع، من فضلك اعلن لي، اظهر لي مين يسوع، شو بيعني يسوع، وكيف بيغير يسوع. أنا شهادي قدامكم إنه يسوع يغير، ويسوع مش دين أغير دين لدين، لا، يسوع الطريق والحق والحياة، هو بغير الحياة. لما أنا بمشي بحياة بيكون يسوع القائد فيها، بيكون يسوع القدوة فيها، تلقائيا بصير تغيير في حياتي للأفضل، لأنه يسوع من يبكته على خطية، عاش قدوس وهو قدوس وسيظل قدوس. فأقول له: ساعدنا يا رب نختبر يسوع، ساعدنا نختبر سلامك، أنت اللي قلت وكلامك صادق، سلاما أترك لكم. يا رب من فضلك اشرق بسلامك على كل من يصلي الصلاة معي يا رب، ولك كل المجد. أمين. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم،
ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلاما سلاما. فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سلام 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 سلام. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلاما سلاما. فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سلام 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 بيسوع. سلام 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 سلام. أمين بيسوع سلام. سلاما سلاما سلاما. لا ينعسن حافظي ولا ينام سيدي. ترنيمة جميلة رنمتها الأخت المباركة ليديا شديد. ونتذكر كل اسم بذكره في البرنامج عشان أمجد عمل المسيح في حياته، عشان نصلي للناس. أختي ليديا نحطها بالصلاة، هي وظروفها ومشاريعها القادمة، خدمتها المستقبلية، إنه الرب يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتها، يباركها، تشوف ثمار تعبها في خدمتها، في إخوة مباركين وأخوات مباركين يجوا للمسيح. وهي صلاتي لكل اسم يذكر، ولك حضراتكم برضا، إنه تكون حياتنا مثمرة في المسيح يسوع، من له كل المجد، من نصلي باسمه. آمين. سنا حافظي ولا ينام سيدي، أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني. وفي كل ظروفي لي فيه سلام، سلامه عجيب يبقى على الدوام. سلام 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 عندي، سلام في المسيح. سلام 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 عندي، سلام في المسيح.
في قلبي لي سلام وفي فكري سلام لي سلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لي سلام أن سيدي قريب وسلامي أن سيدي قريب مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروح مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع يثبتن قدمي كذا وقلبي لن يروع تحيط بذراعي قديري والنصير يبعد كل شر فيه فدا كثير سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لسلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب وسلامي أن سيدي قريب أحاطت الغيوم لا يتركني منقذي إليه آتي بالهموم وهو يسد حاجتي أنام في أمان أسكن في حما أعلي تسبيحاتي أمجد الإله سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي لسلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب لسلام أن سيدي قريب لسلام أن سيدي
سيدي قريب قريب. اشكرك اشكرك يلي قريب كتير منا، يلي الناس بتفكرك عالي وبعيد ومش سائل. انت عالي في مقامك وبعيد فعلا، لكن انت تنازلت وقربت منا يا سيد. اشكرك وعظم اسمك وعظم اسمك مهما تكون الاضطرابات اللي حوالينا. اللي بيعرف يسوع وبيعرف شو عمل يسوع وشو بيعمل يسوع بيعيش في سلام دائم. فبيقول له زي في الترنيم الجاي اللي بعت لي هالرب كلمات بسيطة، بقول له سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة. ومين فينا ما بمر بظروف صعبة؟ مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، لأنه أنت فرحي يا ربي. كنت دائما شوف قنوات الأخبار لعشان نشوف إشي يفرح، إشي يحط سلام في قلوبنا. قالوا رح يصير سلام، اتفقوا الاجتماع الفلاني وشجبوا واستنكروا تعرفين ربينا على مصطلحات معينة نسمعها وصارت جزء من كلامنا، جزء من مخزوننا الثقافي. لكن الرب يغير هالأشياء اللي تعلمنا عليها. إذا رح نسجب ونستنكر ونكره ونعارض، خلي يكون ضد الخطية، لأن الخطية هي سبب ما شوها في هذا العالم. ورئيس هذا العالم اللي الناس تابعينه هو مش الله، هو إبليس، لأنه الله تارك الحرية المطلقة للجميع أن يختاروا. فاختاروا اليوم، اختاروا له يا رب أنا بدي سلامك يغمر قلبي، بدي سلامك يغمر بيتي وأولادي وعيشتي وحياتي وبلدي يا سيد، والناس اللي بيعانوا فيها. أذكر بلدك أمامه، أذكر بلدك، لأنه الطريق والحق والحياة. يسمع ويستجيب الصلاة، في اسمه منصلي دايما ونعطيه كل كرامة ومجد. شكرا يا سيد لأنك تسمع وتستجيب. أمين أمين. قلبي رغم ظروفي الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. سلامك غامر قلبي رغم ظروفي الصعبة، سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة. مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي، انت فرحي يا ربي. سلامي عيني عليك يا ضامن أيام، قولوا معي بفرح بيك بفرح بيك، ومنك سلامي عيني عليك عيني عليك يا ضامن أيام،
مستنيك 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 تقصر أيام الغربة سلامك 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 غامر قلبي سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي انت فرحي يا ربي انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود جود لي بافراحك انا مسنود انا مسنود على صدقك وصلاحك يا ابو الجود يا ابو الجود جود لي بافراحك مش محدود مش محدود مش محدود يا اله كلك محبي سلامك 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 غامر قلبي سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي انت فرحي يا ربي مالي غير إيماني بالكلمة زي الطير أنا عايش بالنعمة مالي غير ماليش غير إيماني بالكلمة زي الطير زي الطير أنا عايش بالنعمة وإنت الخير إنت الخير ورحمة تتبعني في دربي سلامك 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 غامر قلبي سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة سلامك غامر قلبي رغم ظروف الصعبة مش مستني العالم ولا خبر من العالم علشان يفرح قلبي انت فرحي يا ربي انت فرحي يا ربي انت سلامي يا ربي انت فرحي يا ربي امين لانك انت فرحي يا سيد اعبدك اعبدك بفرح اعظم اسمك دائما خلينا نكمل تسبيح وترنيم بعد الفاصل شاكرين معظمين إلهنا القدوس إله السلام رب السلام رئيس السلام بل السلام نفسه سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول فريق الخبر السار هالفريق المبارك تعالوا نصلي لهم دائما نذكرهم بالصلاة كل أعضاء الفريق عائلاتهم المسؤولين عن قيادة الفريق المنظمين نشكر رب من أجلهم ونصلي الرب يتدخل زي ما قلت في ظروفهم ويتمجد معهم وفيهم أكتر وأكتر في الأيام اللي جاي اسم يسوع أمين
سلامك فائل عقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فائل عقول فينا ومش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام 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 لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلينا ده روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام 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 لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام 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 لشعب الرب في كل مكان صليها سلام يا رب سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان أمين أمين وأنت وأنت مدعو تكون من شعب الرب من فضلك لما تسمع حلقات هالبرنامج أو أي برنامج مسيحي بشرح فضائل بشرح بركات تأكد أنك أنت وأنت مش بعيدة عن هالبركة متاحة إلك متاحة إلك المسيح البعيد المسيح اللي بس بيصلي تقليدي مش مهم اسم الطائفة اللي بيصلي فيها لأنه التقليديين موجودين في كل الطوائف أصلاً ياريت نلغي كلمة طوائف لكن موجودة هل اللي بيصلي تقليدي متمسك إنه أنا صح أنت صح في إيش أنت صح في شو قد تكون أنت الأقدم أنت الأعرق يا سيدي أنت صح لكن ورجينا الصح والأقدم والأعرق في محبتك للآخر في سلوكك في وأنا بكلم نفسي هذا الكلام مش بوعظ أي حد من حضراتكم لكن مهما تكون أنا بكلم المسيحي هيك فما بالك اليهودي البعيد اللي ما بيعرف المسلم الطيب اللي بيحاول يرضي الله ما بيعرف شو المسيحية هم بدعوك إنك تكره المسلمين وتترك دينك وإحنا نحرضك على أنا إذا بحرضك على شيء بحرضك إنك تعرف الله محبة هالمحبة إلك لأهلك لبيتك ولكل اللي حواليك لمجتمعك بالعكس الله قصده خير لكل الناس وانت جزء كبير من هالناس هاي والله قصده خير إلك برضو
مين ما يسمعني وين ما تكون، الرسالة للجميع، الرسالة للجميع. صحنا نتغنى ونفرح فيها بس من الأنانية أني أخذ المسيح إلي ومش مهم الناس التانيين. لا يا رب ساعدني أكون شاهد دايما، شاهد دايما يا سيد أنك أنت غيرت حياتي، أنت سلامي، وبطلب بطلب سلامك بالصلاة وبلاقيه لأنك أنت السلام نفسه. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب. أمين أمين. طالبين سلامك يا رئيس السلام، يكفينا كلامك ويملانا سلام. كتبت الترنيمة بصلي للسلام كنت، بعدين لقيت كومنت من أحد الأشخاص أصدقائي المسلمين بيقول لي طب أنت بتصلي للسلام، أنت فلسطيني، طب بتصلي لليهودي؟ صرت أفكر إنه أنا يمكن ما كنت أصلي لليهودي قبل المسيح، لشو أصلي لليهودي؟ ما أنا كنت أشوف نفسي مظلوم منه وحقي رايح وبدي أجيب حقي. طبعا الحق لسه ما رجع، لكن تغير مفهومي لكيف يسترد الحق. بيسوع المسيح يسترد الحق، يسوع الطريق والحق والحياة. صحيح في من طالب بحق العودة وحق المساواة وحق يكون عندنا سيادة، لكن في المسيح كله يتحقق لأنه هو الحق، هو الحياة، هو الطريق للحياة في هذا الحق. فالرب بعث لي بيت ما كنت بالأول كاتبه، بيت رابع بيقول عربي يهودي في الآخر إنسان، والحرية محدودة والعدالة كمان. يعني الإنسان محتاج الحرية، والعربي أو يهودي والحرية والعدالة محدودة كمان. وبصلي بقول يا رب دخل وانهي الاحتلال، إذا كان احتلال إبليس على حياتنا، إذا كان الاحتلال غير شرعي على أرضك، تدخل له يا رب ساعدنا، ساعدنا في هالظروف، غير هالحال وانهي الاحتلال يا رب السلام. طالبين سلامك يا رب السلام، يا رئيس السلام، يا إله السلام، أنت تقدر. سلامك يا رئيس السلام، يطمنا كلامك يملانا سلام. طالبين سلامك يا رئيس السلام، يطمنا كلامك ويملانا سلام. يا عالي مقامك سجدين أمامك، سجدين أمامك يا عالي مقامك، يا رب السلام، يا رب السلام، يا رب السلام. سلام 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 سلام. بصلواتنا جينا نتواضع منتوب، احنا دعينا شعبك يا محبوب. بصلواتنا جينا نتواضع منتوب، احنا دعينا شعبك يا محبوب. تحنن علينا وبرق أراضينا، يا رب السلام، يا رئيس السلام. سلام 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 سلام
سلام. قلبي ملكوتك وكل شيء يزال، بكفينا وجودك ميراث الأمجاد. قلبي ملكوتك وكل شيء يزال، بكفينا وجودك ميراث الأمجاد. واثقين بجودك وكلام وعودك تركت لنا سلام. يا رب السلام، سلام 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 سلام. عربي يهودي في الآخر إنسان، والحرية محدودة والعدالة كمان. عربي يهودي في الآخر إنسان، والحرية محدودة والعدالة كمان. غير هالحال وانهي الاحتلال يا رئيس السلام. يا رب السلام، سلام 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 سلام. أمين أمين. وفي هالحلقة بصلي إنك تكون بتصلي لبلدك كمان. أنا رح أصلي لبلدي، رح أصلي للبلد اللي تضررت في آخر إشي للأسف، بلد بعد بلد. صلينا لليمن، صلينا للعراق ولسوريا، ونتابع الصلاة للبنان والأردن. لكن أشكر الرب على سلامه النسبي في هالدول، لكن برفع الشعوب اللي مضطهدة، برفع الشعوب اللي لسه تحت احتلال. وبسألك يا رب بارك شعبك، بارك شعبك في كل الأرض، وأنا بقول بارك شعبك في فلسطين، وأنت قول بارك شعبك في بلدك. خلينا نطلب بركة لشعوبنا في كل مكان، لناسنا في كل مكان، لأهالينا في كل مكان، المسلمين قبل المسيحيين واليهود قبل المسيحيين. نطلب البركة. إلهنا إله بركة، إلهنا إله محبة، إله سلام. بلادي اسمها بلاد السلام، وبلادي حرموها السلام. يا ما سمعنا خطابات وشبعنا شعارات، لازمنا ثورة صلوات. بارك فلسطين بوجودك فيها، بترجاك طلبي مجدك يحييها. بارك فلسطين بوجودك فيها، بترجاك طلبي مجدك يحييها. يا رئيس السلام، مهدك محتاج السلام. يا رب العالمين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. ها
هالأرض اللي مشي فيها كلمتك، تعالوا مشي فيها يا رب كلمتك، وقول كلمتك يلي كلمتك تشفي تخلص بالتمام. وبارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طلبي مجدك يحيي. قول له بارك بلدي يا رب، بارك مصر، بارك الأردن، بارك سوريا، بارك العراق، بارك اليمن، السعودية، لبنان، بارك يا سيد بارك. بارك فلسطين بوجودك فيها، نترجاك طلبي مجدك يحييها يا رئيس السلام، مهدك محتاج السلام. يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. بنصلي في اسم المسيح تحرر مأسورين، وتداوي هالشعب الجريح وتريح متعبين. منصلي في اسم المسيح تحرر مأسورين، وتداوي هالشعب الجريح وتريح متعبين. تعال أمين لأرض فلسطين، بنورك يشدد كل ظلام. وبارك فلسطين بوجودك فيها، منترجاك طلبي مجدك يحييها يا رئيس السلام، بلدي محتاج للسلام. يا رب العالمين بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين، بارك شعبك في فلسطين. أمين. نصلي بالبركة على كل شعوبك يا رب، كل الناس اللي لسه ما عرفتك، صلاتنا إنه يعرفوك يا رب. وفي آية جميلة في الرسالة الثانية بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، العدد 3 الإصحاح 16 بتقول: ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم، هيك بتقول الآية. وهي صلاتي لحضراتكم، يملأ قلوبكم وبلادكم وعائلتكم وكل ظروفكم وكل الاضطرابات في حياتكم بسلامه، لأنه هو سلامنا. وصلاتي يكون معكم ويدوم فيكم دائما سلام المسيح. يسوع الطريق.